فاتح كده في انت مسطح شعر فوق ولونه لبني شويه ده 2 مانس الجارات دي مالهاش حل للتعليم ما فيهاش شعر الجار التاني اللي هو مربع صمنطوط برضو وتحس ان هو يعني متعلق من كل النواحي ده بس هو جار صغير قوي برضو ما عندناش اول جارين صغيرين قوي واحد اللي هو ملون شويه ده 2 مانس اللي مش ملون 3 مانس خلاص الاحمر 3 طيب عندنا بقى الاثنين المستطيلين دول برضو ما فيش غيرهم كده يعني مستطيلين وصغيرين دول 3 4 مانس 6 7 شهور ده علموه ان هو عنده عضلات ماشي عنده عضلات الكلام ده عشان 7 ل 8 بقى اهو يعني ده 6 ل 7 بص هو شبه ايه شبه 7 ل 8 صح قول 7 اسمعوني بس 6 ل 7 شبه 7 ل 8 الفرق بينهم ازاي ده عنده عضلات ومنزل ايده لكن ده رفع ايده وعامل ايد يبقى ده 6 ل 7 7 ل 8 والله مليح المفروض ان يكون 7 ل 8 انا ده ابن بوزة ده 9 مانس يا دكاتره لا لا الرقم 10 ده 9 مانس 9 شهور ده 9 شهور بص هو الاربعه دول 9 شهور يا دكتور ده 9 شهور في اليوترس بص يا دكاتره ده 9 شهور اللي في اليوترس ده 9 شهور خلاص بس هنقول بس ان هو 9 شهور في اليوترس خلاص ماشي ده 9 شهور هو شكله كده بس هو 9 شهور ماشي هو برده شكله مكتمل شويه عن الاثنين دول صح طب واربعه ده يا دكتور اربعه ده احنا ما نقولش أربعة خمس شهور ده أربعة خمس ده ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ده أربعة خمسة ماشي خمسة ستة ستة سبعة تاني بقى اثنين ثلاثة ثلاثة لأربعة ثلاثة لأربعة ماشي أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة خلاص ده فول تيرم ده فول تيرم في يطرس ركزوا بقى في الاثنين دول الاثنين دول مالهم بقى الاثنين فول تيرم برضو بس في واحد فيهم فول تيرم ليف بيرس وواحد فول تيرم ستيل بيرس هنفرق بينهم ازاي هنبص عند الامبلا اللي بصش لفوق ايوه احنا والله كنا بنعلمها كده اللي زعلان ده بيعيط ده اللي هو ليف بيرس لكن اللي بصش لفوق ده ستيل بيرس بس في حاجه تانية لو بالعلم يعني الامبلايكال كورد حوالين البيس بتاعته فيها هايبريميك رينج في الليف بيرس لكن في مفيش هايبريميك رينج في الستيل بيرس اهي لو بصيت هنا هتلاقوها بص حته غامقه ايوه الحته السودا دي كحلي ودي لازم نكتبها يعني واحنا بنكتب الكاركترز بتاعت الفول تيرم في الليف بيرس اكتب ان فيها هايبريميك رينج حوالين الامبلايكال كورد وده ستيل بيرس خلاص يبقى احنا عندنا تاني 2 3 3 4 4 5 6 7 فول تيرم فول تيرم في يوترس فول تيرم ليف بيرس فول تيرم ستيل بيرس ده مش عليه ارقام يعني عليه ارقام انا مش شايفه عليه ارقام خالص ده مش حاجه اعرفه ازاي امال ايه بصوا يا جدعان اللي واقف زي كريستيانو بعد ما بيجيب جون عايزين الريسكيشن سنتر ممكن نعرف منها ليش يعني نعرف هو عنده كام مارس احنا عندنا الاول الكالكينيوس والتيلس وبعدين ال 5 و7 وبعدين اللور اند اوف فيمر ماشي عند 8 شهور وبعدين الابر اند اوف تيبيا مع كيويد عند 9 شهور احنا عندنا اللي هو اللور لمب اللي هو الواحد ده بتاع اللي هو واحد بتاع 9 مانس 2 بتوع 8 مانس ال 9 مانس ده هيبقى فيه ايه فيه كل حاجه فيه التيلس والكالكينيوس واللور اند اوف فيمر والكيبويد والابر اند اوف تيب بيبان ازاي الاوسيفيكيشن سنتر العظم لونه ابيض نقطه لونها بني ماشي عندنا اهو عندنا اهو التيلس والكالكينيوس والكيبويد نقطه بني ونقطه بني ونقطه بني اهم تحت عندنا هنا لو قلبنا الجر كده هنلاقي اللور اند اوف فيمر اهي ماشي طب عندنا هنا التول هو اللمب بتاع 8 مانس هيبقوا كلهم عندنا التيلس والكالكينيوس واللور اند اوف فيمر بس الابر اند اوف تيبيا والكيبويد عند 9 مانس يبقى ال 8 مانس مش هنلاقي فيه ولا اللور الابر اند اوف تيبيا ولا الكيبويد هنلاقي هو مورينا بس هنا هو قاطع عشان يورينا الاوسيفيكيشن سنتر بتاع اللور اند اوف فيمر خلاص هنا بس هنقول الايج ونقول بس فيه الاوسيفيكيشن سنتر بتوع مين طيب عندنا ده ايه ده الشيست كونتنت بتاع ايه بتاع ستيل بيرس الستيل بيرس ده بيبقى الشيست او اللنج بتاعته شكلها ايه اللنج بتاعته ما دخلش فيها هو واحد نزل ميت اصلا ما تنفس فاللنج بتاعته ما دخلهاش هوا فما تنفختش فلما اجي المسها هلاقيها مش سبونجي زي اللنج اللي مليانه هوا هلاقيها سوليد
هلاقي الايدج بتاعها لو بصيتوا كده اللونج اهي واللونج اهي، الايدج بتاعها شارب كده مش راوندد، بنلاقيه مش مغطي على الهارت. بصوا الهارت باين ازاي، لو اللونج دي كانت منفوخه ومليانه وكانت قفلت على الهارت كده وغطت عليه، يبقى احنا بنقول ده الشيست كونتنت بتاع ستيل بيرسون بلو صفر. ان اللونج بتبقى سمول ان سايز، سوليد ان كونسستنسي، شارب ايدج، نوت كفر الهارت. خلاص كل الحاجات دي ايه كاركترز بتاعه الشيست بتاع الستيل بيرسون. طيب عندنا بقى الجورين دول 500 جور هيجي الاستامب. مش عارف ما ذاكرش هو الامبلايكا الاستامب دي ماشي، اللي هي الامبلايكا الكورد عندنا واحد بتاع ليف بيرس وواحد بتاع ستيل بيرس. الفرق بينهم ازاي؟ بالهايبريميك رينج، اللي احنا الهايبريميا معناها ان فيتاليتي ان هو نزل وعاش شويه ماشي. هنلاقي هنا دي غامقه شويه فيها هايبريميا ومربوطه كمان، معنى انها مربوطه كانوا زمان بيربطوا بس كده الايه ماشي. يبقى ده ليف بيرس، يبقى ده الامبلايكا الاستامب بتاع، لكن ستيل بيرس بصوا فاتحه ازاي ومش حواليها ربوط عشان تفهموا. امبلايكا الاستامب بتاعت ليف بيرس وبتاعت ستيل بيرس، علموها بالروبوت يعني لو هتتلخبطوا. الروبوت تبقى ليف بيرس الاسود ده، الروبوت اللي دافع على البتاع الزرق لا اللي حوالين الامبلايكس نفسها مش ايوه نفسها معلمه. الدنتيت هايمن والسبتيت هايمن، بس الدنتيت هايمن في واحد في واحده تشايلد لسه بيفور بيبرتي، واحده افتر بيبرتي، ده بتاعت شايلد اهو مفيش اي ساين اوف بيبرتي ماشي. بالمقارنه بده ده بص في ساينز اوف بيبرتي، في الهير وفي ان هو كمان السايز، كل حاجه بتبين ان دي واحده افتر بيبرتي ماشي. طب ايه بقى احنا شايفين ايه؟ شايفين دنتيت هايم اللي جوه ده، دنتيت هايم انتكت دنتيت هايم ماشي. احنا بس بنقول ان ده انتكت دنتيت هايم في تشايلد، والميديكال ليجال امبورسنس دي ساين اوف فيرجينتي، وده برده انتكت دنتيت هايم بس في واحده افتر بيبرتي وبرده دي ساين اوف فيرجينتي. طب ده ايه بقى؟ ده سبتيت هايم. السبتيت هايم ده بيبقى هايم شكل السيبتوم قاسم الاوبننج انتو تو اوبننج، هتلاقي كده حاجه زي السيبتوم قسم الاوبننج انتو تو اوبننج ماشي. بص حاجه زي السيبتوم اهي قسم الاوبننج انتو تو اوبننج صح. بص كلكم كده هتلاقوا عند الاوبننج في سيبتوم كده قسم الاوبننج انتو تو السيبتيت. الجارات بتاعتها بتبقى ايه؟ بتبقى اما ناني بارس يا ملتي بارس ماشي؟ الناني بارس اللي ما ولدتش قبل كده، شكل الجينيتال اورجنز بتاعتها او اليوترس لما نفتحه شكله عامل ازاي؟ اول حاجه الكافيتي بتاعته بتبقى تريانجولار شيب، لكن الملتي بارس بيبقى جلوبيلا. ثاني حاجه السيرفايكال ميكوزا بتبقى فولدد عامله شكل الشجر، حاجه اسمها اربور فايت، لكن الهي الثانيه بتبقى سموث، اللي ولد الكتير دي سموث. الاوبننج بتاعت السيرفيكس نفسها في الملتي بارس بتبقى ترانزفيرس لكن اللي ما وديتش اللي كده بينهم لايك سايز. زي بقى كمان ان البودي بتاع اليوترس بتبقى مور زين دبل لينس اوف ذا سيرفكس في المالتي بارس، لكن ليس زين دبل لينس اوف ذا سيرفكس في النالي بارس. طبعا الكاركترز اللي هنقعد نفصلها حتى لو مش مكتوبين هنكتبهم، يعني احنا مش شايفينهم هنكتبهم. ده اليوترس بتاعنا اللي بارس فاتحينه من الجنب، مش مبين حاجه من الكاركترز كلها غير الاربور فايتي الفولدد سيرفايكال ميكوزا تحتين فولد السيرفايكال ميكوزا. بس لما اجي اكتب هكتب الكاركترز كلها ماشي. هي فولد السيرفايكال ميكوزا اهي، بس لما اجي اكتب هكتب الايه الكاركترز كلها. بص بقى الجور ده جميل قوي، مبين التريانجولار كافيتي اهو، مبين بصوا الميكوزا بقى تحت باينه خالص حكايه الاربور فايتي دي، ورق شجر فعلا باينه خالص. لو جينا برضو لو كان مقفول كنا هنشوف البين هول لايك اوبننج، زائد برضو حكايه اللينس اوف ذا سيرفكس واللينس اوف ذا بودي. زائد بقى في الجار ده بس نكتب بس زياده كده ان هو في بولي سيستيك اوفت خلاص. يبقى ده انا اللي بارس وده انا اللي بارس. طب المالتي بارس بقى مش مبين حاجه في المالتي بارس خالص غير الاوبننج بتاع السيرفكس. احنا عندنا اهو البودي واهو السيرفكس، هما قلبينه كده عشان يشوفك في السيرفكس، هتحس ان انت شايف بس السيرفكس اهو قدام في ترانزفيرس لايك اوبننج اهو. بصوا ترانزفيرس لايك اوبننج، ترانزفيرس لايك اوبننج خلاص شايفينها كلكم. هي دي جرافت. Pregnancy, anybody, abortion,